أسبوعين فقط عقب انطلاق فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط التي أعلنت عنها وزارة الصيد البحري، كاميرا داخل 24 انتقلت إلى سوق السمك بالجملة بقرية الصيد لا سارقة جنوب مدينة الداخلة. الحركة هنا تبدو عادية، نوع آخر من الرخويات يغري المستثمرين في قطاع الصيد البحري بالجهة. الأمر هنا يتعلق بالحبال أو السيبيا كما يلقبونه. ليكون في علم الجميع أنه أسواق السمك لمدينة الداخلة أبوابها مفتوحة على مدار العام، هذه مسألة لا غبار عليها من جهة. من جهة ثانية انتهى موسم الأخطبوط، ليلو 15 يوم ولا 16 يوم باش انتهى موسم الأخطبوط. جيت صدفة الداخلة 24، جيت لسوق السمك لا سارقة، جبرت السمسارة الإلكترونية بالنسبة لنوع من الرخويات آخر متعارف عليه باسم السيبيا، وربما لاحظتم انه سعره اكثر من السعر باش كان كينباع في المواسم الفارطه. هذا يدل على شيء، انما يدل على انه مطلوب في الاسواق الخارجيه، هاي من جهه، ومن جهه اخرى هو متوفر ولله الحمد بمدينه الداخل. المضاربين هنا مساله شفافه ونزيهه تدعى السمسرة. السمسرة كل واحد يدخل وشفته وصورته السمسرة، من أعطى المزاد. المزاد نحن نبيع بالمزاد العلني، المزاد العلني اللي أعطى أكثر هو اللي يدي السلعة. عملية بيع السمك تتم عن طريق مزاد علني كما هو معمول به في كل أسواق الجملة بالمملكة، وبين ارتفاع الطلب وقلة العرض ترتفع الأسعار. البارح تباعت سيبيا من 60 درهم 65 حتى 70 درهم. اليوم السوق ديالها تكيليبرا، طلع كلشي للمارشي، راه شفتوها ب 53 53 درهم زائد الطاكس ديالها، باش ثاني راه كتزاد عليها الطاكس وكيتزاد عليها ليفري ديالها. الحمد لله اليوم البحري منفع مزيان، وكان واحد شويه خوف من لاسينيسيس، الناس ما كانت خاف من لاسينيسيس، ما بغاتش تطلع الحوت المارشيات. درنا الجهد وطلعنا الثمن مزيان وبينا لهم ما كانوش كيبيعوا هما بهذا الثمن، ودرنا الثمن ثمنا المنتوج ديال السيبيا وكما البول ثمناه. ما عمر سيبيا كانت كتفكر باش تباع ب 55 ولا 60 ولا 65 درهم، اليوم صبحت واخا السوق طالب، كاين طلب، ماشي كاين شي واحد كيدير شي حاجه هكا، ويني ما كانش البحاره ولا شي حاجه اللي عندهم فكر باش مع لاسينيسيس ومع هادشي كيقول كيخلعوهم. خلال الآونة الأخيرة وبحسب المهنيين انخفض حجم إفراغ الأسماك في أسواق الجملة بالجهة، أمر يعزيه آخرون إلى توجه بعض البحارة لبيع ما اصطادوه في السوق السوداء. نحن نفتح الأبواب، أبواب السوق اللي جاء كيعنينا، لأن عندنا مسألة قالها مسألة التسويق فقط لا غير. يعني على علم على المراكب وتعرف اللي يجي؟ لا من على علم، لا المراكب تمرق البحر وتجي. سوق السمك مفتوح، نحن تعنينا مسألة التسويق، تسويق المنتوج وتسمين المنتوج، ومسألة نحن وسيط بين البحري وبين التاجر اللي كيشري السلعة، وموفرين جميع النقط المطلوبة منا متوفرة في السوق. مسألة أخرى اللي ولات لاسينيسيس ولا خالع عم لاسينيسيس ما كيخلوهمش يطلعوا للمارشي، كيقول لهم لاسينيسيس كيدي لكم بزاف هذا هذا هذا. اليوم تاكد البحري باللي راه ولا راه صافي، وراه الضمان الاجتماعي مزيان ليه، وفيقناه وقلنا ليه اودي راه باللي هذا، ودرنا الثمن مزيان اللي هز الثمن باش تثبت لاسينيسيس، وما بقاتش القضيه ديال الموسمي ولا البحري. دابا قادر يخدم العام كامل، ها هو دابا خدام سيبيا مزيان، ها هو تجي الكرامار، يجي الفول بشهر 6، عاد من بعد منها تجي الكرامار، كاين لانغوست، هي كاينه لانغوست هذا العام، فما البحاره خدامين في لانغوست، وعلى محل البحاره كلهم راه دابا فرحوا، وفرحوا مزيان، وطلعوا السلعه ديالهم للمارشيات، ولاسينيسيس طبق، وفرحوا به الناس كاملين، وعطى المنتوج ديالو،
وكل شيء بدأ نستفد منه، بدأ نستفد منه كبير وصغير. وهذا زاد تاني لاسيرانس عند بحار، سمعنا يديروا لهم لاسيرانس والحمد لله كل شيء مزيان. ما بقاش بعدا الانسان قاعد، ولا دابا لما كان البولبرا ولا خدامين السيبيا ولا البحار، لما دارش لاسينيسيس ديالو راه يجي واحد الوقت اللي يضر في الصحه ديالو، يضر في الصحه ديالو. ديما الدوله هي اللي واحله فيه، وحدين اخرين اللي كيعمروا ليه دابا فراسو ولا ما هذا مرض من الصباح ما كاينش لا يعرف. حسن الدوله راه ديما هي كدير شي حاجه اللي مزيانه، ونشكروا وزاره الصيد البحري حتى هي راه دارت واحد مجهود كثير باش تطبق هاد لاسينيسيس، راه ماشي سهل. ان البحار كانوا كيلعبوا معاه على حساب العقل ديالو، والبحار ديما هو مسكين ما خاص لي يدير به. ودابا لاسينيسيس وهادشي الحمد لله راه بدا كيطبق وبدا القتيتاع مزيان وصافي يقول 100%. ونشكروا السلطات ونشكروا وزاره الصيد البحري اللي دارت هاد المجهود، ودابا المارشيات راه خدامين وشتيت هاد الاثنين منتوج. سوق الجملة للسمك بقرية الصيد لا سارقة نموذج من بين عدة أسواق بجهة الداخلة وادي الذهب، أسواق تستقبل آلاف الأطنان من الأسماك المختلفة طيلة فترات الصيد المسموح بها.